مصر مع بعض الدول العربية منذ الأيام الأولى للسابع من أكتوبر بدأت بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. أيضا مصر ترفض رفضا قاطعا المشروع الإسرائيلي بتهجير أهل غزة إلى سيناء. حركة حماس كيف تقيم الموقف المصري وأيضا طبيعة العلاقة التي تجمع بين حماس والقاهرة؟ يعني احنا دائما نسعى ان تكون العلاقه طيبه وممتازه. مصر جاره، مصر اكبر دوله عربيه، مصر معبر قطاع غزه هو الوحيد الموجود بين قطاع غزه ومصر، وبالتالي مصر عليها مسؤوليات ولها ادوار لا يمكن ان تخفى على احد. نحن الان في اشد الحاجه الى المساعدات، لا سيما في شمال قطاع غزه. نحن الان شعبنا يواجه مجاعه حقيقيه. بالنسبه لروسيا، زيارة حضرتك الآن إلى روسيا، وأيضا في الأسابيع الماضية نائب وزير الخارجية الروسية أعلن عن استعداد موسكو لاستضافة الفصائل الفلسطينية في لقاء ثاني. أولا، برأيك هل يمكن لروسيا أن تلعب دور في حل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية؟ وأيضا الدور الروسي أو الموقف الروسي إزاء ما يحصل في غزة، كيف تقيم هذا الموقف؟ العجيب أنه أمريكا وإسرائيل كانت ترفض أي دور لموسكو في الصراع العربي الإسرائيلي، وكنا دائما نضع أحد الضامنين لهذا الاتفاق، روسيا كأحد الضامنين، وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل يرفضوا هذا الخيار. في الأسبوع الماضي زار وفد كبير على رأسه كان الذي يدير التفاوض، ملف التفاوض عند نتنياهو، وهو مباشر من عند نتنياهو، جاء إلى روسيا هنا ويطلب منهم التدخل لدى حركة حماس لعلاقاتها الطيبة بحركة حماس من أجل أن يعقدوا صفقة جزئية بإخراج الروس الموجودين في عند حماس المحتجزين، من أجل إطلاق سراحهم مقابل أن توقف إطلاق النار إسرائيل لمدد يتم التوافق عليها، ثم يستأنفوا الحرب بعد هذه المدة. طبعا إحنا يعني أحد القضايا التي كانت في هذه الزيارة هذه المسألة، وكان يعني محل استغراب أصدقائنا الروس طلب إسرائيل هذا في هذا الوقت وبعد 260 يوم من الحرب، لكن أبلغناهم موقفنا بأنه لا وقف إطلاق النار جزئي على الإطلاق، لابد أن يكون وقف إطلاق النار دائم وشامل وينسحب العدوان، وثم بعد ذلك نتحدث حتى بعد البدء بالإعمار وبعد إزالة الركام وبعد إغاثة شعبنا نتحدث عن تبادل الأسرى، لا خروج للأسرى على الإطلاق، وهناك وقف إطلاق النار لا جزئي ولا جزئي مكانا ولا جزئي زمانا.